دي بقى جزئيه مهمه جدا قبل ما نروح بقى سريعا كده لاهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في الصحف امبارح. كانت مباراه ليفربول وتشيلسي في السوبر الاوروبي، طبعا بنبارك ليفربول واحنا مبسوطين لان محمد صلاح حقق لقب اوروبي، اول تقريبا عربي يحقق هذا اللقب يعني، او ثالث واحد بعد رابح ماجر واشرف حكيمي. طيب فبالتالي لقب مهم جدا محمد صلاح، لكن الشيء الملفت طاقم التحكيم النسائي لهذه المباراه. ايه الاداء ده؟ ايه الروعه دي؟ مفيش اخطاء خالص خالص يعني، انت طول الماتش كده قاعد مستمتع بالاداء التحكيمي، الاداء كان مميز جدا جدا. المساعده بتاعه اللاين مان يعني او اللاين وومن طبعا في الاوفسايدات ما بتهزرش خالص، اي كوره انت شاكك فيها لما بتشوفها في العاده فعلا بيبقى عندها حق. ده طبعا صوره الطاقم التحكيم النسائي لهذه المباراه، كان مكون من مين؟ كان بقياده الفرنسيه ستيفاني فرايبرت، وكان بيعاونها ايضا حكمه او مساعده فرنسيه مانويلا نيكولاس وميشيل اونيل، والحكم الرابع كان الحكم التركي الشهير شاكيري. المهم يعني في الموضوع كله ان ده التحكيم بره، هو ده التطور اللي بيحصل، طاقم تحكيم نسائي بيعمل مباراة بطولة ما بين فرقتين كبار جدا تشيلسي وليفربول بهذا الأداء وهذا المستوى. لما تيجي حضرتك كده تقارن وتفكر الحكام أو النساء اللي بيحكموا بره عاملين إزاي، والرجال اللي عندنا هنا مستوياتهم عاملة إزاي. أنا مش بعيب في الحكام المصريين، بالعكس إحنا كلنا بنساندهم وفي ظهرهم، لكن الناس اللي بره النساء دول أتيحت لهم كل الفرص والمناخ اللي يقدر يساعدهم ان هم يتطوروا من نفسهم. هل احنا عندنا هنا في مصر المناخ اللي يساعد الحكام المصريين ان هم يتطوروا من نفسهم؟ لا ما عندناش. هيبقى عندنا اتمنى، مش عارف يعني لحد دلوقتي صعب شويه، لكن ممكن يكون عندنا سياسه للتطوير، ممكن يكون عندنا تفكير ان احنا ازاي نطور اداء الحكم المصري، بدل ما كنا السنه اللي فاتت جايبين حكام اجانب قد كده تقريبا ايه 32 مباراه في الدوري السنه اللي فاتت كانت بحكام اجانب، وايه وطاقم التحكيم في التوقيت ده كان بياخد كام؟ 25,000 دولار تمام، وكانوا حوالي 26 حكم اجنبي اللي جم، لان يعني في منهم مكرر يعني، في منهم اتكرر جم حكموا اكتر من مباراه يعني، جم حكموا اكتر من مباراه في الدوري يعني، طاقم تحكيم اتكرر يعني. لكن الجزئيه كانت سلبيه السنه اللي فاتت، فالشيء بشيء بيذكر في الحقيقه يعني. احنا شفنا امبارح الحكام كان ادائهم عامل ازاي، النساء دول طاقم التحكيم النسائي عملوا مباراه اكثر من رائعه بشكل مميز جدا في الحقيقه جدا. نفسنا مش عايز اقول اوكي النساء يحكموا عندنا، سيدات يعني يحكموا عندنا في مصر، بس صعب يعني صعب. سيبك من الحته دي بقى، احنا نفسنا ان الرجاله نفسهم الحكام يتطوروا اكتر من كده، نفسنا ان احنا ما نلجاش لحكام اجانب، لان في الحقيقه احنا كان طول عمر سمعه الحكم المصري فنيا مميزه جدا جدا. التراجع ده سببه ايه؟ لازم نشوف علاج ليه. وانا في الحقيقه بثق في الكابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنه الحكام الجديد باتحاد الكره، ان هو اكيد عنده رؤيه للتطوير التحكيم بالتحديد في مصر، وكيفيه علاج الاخطاء الكتيره اللي وقع فيها الحكام المصريين واللي ادت لجلب حكام اجانب كتير جدا مختلف الانديه السنه اللي فاتت، ويعني الموضوع ده ازاي يتعالج يعني، موضوع مهم جدا ولازم يكون في تركيز عليه خلال الفتره الجايه. فان شاء الله باذن الله نتمنى التطوير دائما في الكره المصريه بجميع عناصرها يعني، في الحقيقه تحكيم، ملاعب، عوده جماهير نتمناها، ايضا مستويات فنيه، كل حاجه. عندنا الملاعب كويسه في الحقيقه دلوقتي، المهم الحفاظ عليها والصيانه تبقى كويسه، واستاد القاهره بيعمل صيانه دلوقتي عشان ان شاء الله نستضيف مباريات الاهلي والزمالك ومباريات بشكل عام يعني. نتمنى الافضل دائما للكره المصريه.